ثانك يو. يلا كل واحد عمله، يلا عظم الله اجركم، شكر الله سعيكم، يلا يلا مع السلامه. شكرا شكرا، كل واحد عمله، كل واحد عمله، شكرا. وانا والله صممت اني اوصلها بنفسي لعندك. وانا والله لو اتحرك الحين لا يبقى يمكن. كل يوم بدك تعملي لي حبيبي، حبيت اعمل لك سربرايز. اما وقع سربرايز هكذا لك، الحمد يا رب. منى تعالي. سارة. أنت عارفة من خارج؟ من يعني؟ سلاف زوجة راضي. إيش؟ سلاف؟ أيوة. إيش رأيكن؟ تعالي نخرج أعرفكن عليها، وبالمرة ننفذ الخطة اللي اتفقنا عليها. تمام. يلا. عندكم برجلها، شوفن على جمل وعلى حنان. ألف ألف مبروك يا قد. عفوا يا راغب. بس على فكرة هذه المرة عرفت تختار. ميرسي كتير لعلكم. أعرفك، منى سارة من أفضل الزميلات الموجودات عندنا بالعمل. واضح حبيبي، كتير واضح هذا الشيء. خلاص يا راغب، أنت ذا الحين روح وسلفة تجي معنا، إحنا عملنا لها حفلة ونداري إن البنات قد كانوا عاجلين عزمناها على البيت. أمانة؟ أيوة، نحتفل بمرت أخونا اللي حتى ما ذكرش يعزمنا في عرسه. والله يا سارة يا أختي إيش أقول لك، حصلت ظروف. أنا ما شرحت لهم شيء فكري. لا 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 شرحت طبعاً، بس نحن كمان قدرنا ظروفكم وقررنا نعمل حفلة صغيرة للسم العافية. عن جد ميرسي كثير لكم حبيبي، ما شاء الله تروح معي. يلا روح معي. لا لا لا، احنا اصلا نشتك انت وحدك، وبعدين البنات ياخذوا راحتهم معك ويتكلموا. عموما ما فيش مشكله، تروحي معاهم وبنتي مع فكريه، هذه زوجة ابن عمي سمير، اكيد تعرفتي عليها. طبعا. فكريه ها، تخلصوا وتروحوا هالبيت. اوكي حاضر من عيون. يلا. صحيح حبيبي، نسيت ما اقول لك، هذول ارقام المحلات اللي اخترت لك من عندهم ثياب، تبقى روح لعنده وجيبهم كلهم. هالي نقيت لك اياهم. ها حاضر على عيني. مسك. يلا تفضلوا. يلا حبيبي. ما قلت لي باي. باي. عجبتك؟ كثير حلوة. طبعاً هذا من ضمن المهر اللي قدمه لي زوجي لو متزوجت أنا. بالله شو؟ أيوة، أصلاً إحنا عندنا الواحد لما يتزوج ضروري يقبل زوجته زي هذه الفيلا. ليش؟ وما قال لكش راغب إن الواحدة لو ما تتزوج ضروري يجيبوا لها فيلا زي هذه؟ لا ما لي شي. مش وقت كلام الآن، أنا ندخل للفيلا ونحتفل بحبيبتنا سلاف ونتكلم بكل شي ولا راحت. شور، لأنه في كثير شغلات لازم أعرفها. البسين والذهبين من حق اختي وداء، الله يبارك فيها. يا بخت اختش، كم معاها من ذهب؟ هذا العز ولا بلاش؟ خلص شوفي، انا عاد البس هذا وبلبس هذه البدله وبلبس هذا وانا بلبس هذه وهذه. بس ها انتبهين عليهن. يو يا اختي، اول ما تكمل الحفله وتروح سلاف انا برجع لك. لا انت بالذات ترجعيهم بكره. ليش؟ لان انت حتروحي سلاف، وسلاف بعدها ممكن في الطريق تسالش عين الذهب حقش، وبعدها تنكشف خطتنا. يو صح، قد كنت عاد انسى. خلاص انا برجع لك بكره في العمل. تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، عذرينا على التاخير، بس ثواني بتجهز الوالده الحفله ونبدا نهتم. ميرسي كثير لك. هلا ما قلتي لي هذا الذهب اللي لابستيه اكيد تقليد. ايش من تقليد، هذا اصلي وعيار 21. اوف 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 اوف، ومنين كل هذا؟ من ازواجنا، اصلا كل واحده مننا لما تتزوج يكون مهره هذا الذهب اللي انت شايفه. بالله شوف، وانا جوز ليش ما جاب لي الا هاي التبله؟ لا 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 لا، مش معقول، بنت حلوه واموره زيك
بيجيب لها مثل هذا الخاتم؟ مش معقول. انتي عارفة ان زوجي اشترى لي هذا الحزام يوم العرس حق الفتاشة، وكمان ما اعطانيش حق الفتاشة. فتوشة؟ ليش عم تضحكوا؟ شو يعني فتوشة؟ الفتاشة هذه أول ما الزوج يشوف وجه زوجته لازم يعطيها شيء ثمين. بس أنا ما عجب لي شيء. يا حرام، لا لا مش كذا يا رغب الصراحة. وما عجب لكش حق الكسوة؟ حق الخال، حق الجد، ولا أي حاجة من هذا الشيء؟ ما عجب لي شيء بالمرة. لا لا حرام هذا اللي يحصل، مش معقول راغب يعمل كذا بهذه المسكينة. هلا بدكم تقنعوني إنه الواحد بس يتزوج ويجيب كل هدول الشغلات؟ أكيد طبعاً. يما فعلا ها وين سهر الفرد هذا؟ راح ولا حاجة. يما 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 مالك يا ابني؟ مالك بتصيح؟ وين سهر هذا بلده ولا عندي حاجة فتولة؟ ما قالت لك شبرتك وين عاد شلهان؟ ماشي ما قالت ليش؟ ايوه شيش اللهم غسالة ها؟ لكن لا انا مش موافق على الغسالة، اشتيها تغسلهن وتكويهن بيديها ولا ليش تزوجنا؟ الله يحفظك يا ابني، هي شلتين برميل الزبالة. الزبالة؟ اي كانت ما ينفع انكش، وهي عاد تشتري لك بدلهن على ذوقها. والورق والورق والوثائق والبضائق والفلوس. الزبالة الزبالة يما الزبالة. الله يعينك يا ولدي. الله ما نداري. الله ما اجعلك خير. سلاف ردي علينا، حاكينا ولو بكلمة. انتي كمان عاد تزعلك؟ انتي مش عارفة ايش من مصيبة عملتي لي لما كبيتي كل ملابسي في الزبالة. فالزبالة يا سلاف، وثائقي وأوراقي ومستندات المالية في الزبالة. سلاف انتي ليش بتعملي معي هكذا؟ ليش انتي ناوية تجننيني؟ راغب رجعني على بلدي. ايش؟ مثل ما قلت لك بدي ارجع على بلدي، وبدي اخبر بابا وماما شو عملت ببنتهم وكيف اكلت حقها كمان. شو عملت ببنتهم وكيف اكلت حقي؟ ما مشكلة، بس نوصل بابا بخبرك. سلاف الله يخليكي، لحظة ركزي فكري وقولي لي انا بايش ضحكت عليكي وكيف اخذت حقك. الله يخليكي. راغب ها طلع في يمين. حاضر اتطلعنا. لا لا راغب منيح منيح، يلا لشوف. طلعت منيح وبعدين قلي فكرية ولا سارة ولا منى، شو احسن مني؟ شو جاب سيرة منى ولا فكرية؟ يا ستي انت احلى واجمل منهن وما فيش مثلك. متأكد؟ لا إله إلا الله، متأكد ونص. لك ليش أكلت حقي من المهرة؟ قلتي لي لكن هم اللي عبوا راسك بهذا الكلام الفارغ. ليك راغب بليز بليز بليز، رفقاتي ما بتحكي عنهم ولا كلمة، ولسانك هاد لا تطوله بالمرة. على عيني رفقاتك، هلا صاروا رفقاتك، حاضر على راسي. ليك حبيبي بدي حقي من الذهب وبدي حقي من الفتاشة كمان. وين حين تغطيتي لو ما ادي لك حق الفتاقة؟ مو بس هيك، بدي حق الذهب وبدي بيت جديد، والبيت الجديد بتسجله باسمي ها، وبدي سيارة كمان، بس هاي السيارة بدي لونها أحمر وأحلى من سيارة سارة ها، وبالإضافة لهذا بدي حق أبي وأمي وخالي كمان. لا نسيانة أشياء كثير. ليش نسيانة؟ نسيانة حق النكش، نسيانة حق الصالة، نسيانة حق المغنيات. يلا بالمرة كمان بدي اياهم كلياتهم. بعدين لا تعطاني ها نو كومنت. الشي اللي بدي اقول لك يا خلاص قلته. لك حبيبي فكر منيح، يا اما بتحافظ على الثروة يا اما بتعتقني وبتطلعني وبتاخذني على بيت اهلي. اوكي وانت عندك حرية الاختيار. يلا فكر منيح ردي لي خبر.
سلاف كيف حالك؟ ها؟ عملتي كل اللي قلنا لك عليه؟ لك ايه ايه بلا، هذا حقي ومستحيل اسكت عنه. anyway راغب مستحيل يرفض لي طلب. معايا لك مفاجأة، ومفاجأة كثير بتعجبك. بالله شو؟ سربرايز؟ ضروري تيجي لعندي نتقابل وجها لوجه. يلا حبيبي يلا، مسافة السكة بكون عندك. خلاص تمام، يلا مع السلامة. يعني انت ما حد بيساعدني، بصير مرات ابنك لو انت بصير على فعلها فعلت لي فكر يا ايوه. خلتها عزمتها وصارت علمتها حق الفتاشة وحق الصالة وحق المن، فعلت لي مقلب خليها الله. خيرة الله، الا الله ان شاء الله كل شيء يصبر، كل شيء يصبر. يلا في امان الله، مع السلامة. مرحبا سيد سلاف، كيف شفت البيت؟ نوعا ما جيد. لا حلو كثير، يوفي معك حق الفتاشة وحق العمة وحق الصالة وحق الخالة. مبسوطة هلا؟ يا ايش حلوين. شايف هذا المظلة؟ هذه بدنا نعملها للسيارة. شفتي السيارة بالأول؟ تعال تعال. اول ولا بنعمل